السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أولا معلش على محاضرة امبارح، أنا للأسف كنت تعبان امبارح ما قدرتش إن أنا أكمل المحاضرة، فإن شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد المحاضرة كلها في حل الاختبارات الدولية بالنسبة للآيسيديل الآيسيديل 12 والآيسيسي، الأسئلة اللي بتيجي في الاتنين. قبل في مستند، في حد واقفه معاه مشكله، في حد كان بيعمل حاجه ما رضيش تظبط معاه. طيب ابدا على طول يعني. اولا السؤال بيجي لك ازاي في الاختبار الدولي؟ بيجيب لك مثلا، ادي صيغه السؤال، بيقول لك مثلا انشئ مستند جديد مستخدما قالب التصميم رساله مشربيه واترك المستند مفتوح، وبيجيب لك بعد كده تروح انت ايه، يفتح لك الويندوز، ويندوز 10 اهو بالشكل ده، يا اما هيكون فاتح لك مستند الوورد وسايبه لك فاضي. انا كل ما عليه اللي انا بعمله ان انا بنفذ اللي هو بيعمله، والجهاز معايا بيسجل اللي انا بعمله، بيسجل اللي انا بعمله. طيب حلو خالص، انا لما اجي ادخل علشان اقدم على اختبارات دولية في المراكز اقول له والله انا عايز امتحن الواجهة تكون انجليزي والاسئلة تكون بالعربي، جيب لك السؤال بالعربي كده والواجهة بالانجليزي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ادي الواجهه بالانجليزي، يعني ما يجيبش معايا النسخه ولا ما يجيبش معايا المستند، يجيبه لي مثلا بالعربي، يعني بدل ما هيكتب لي مثلا فايل وهوم وانسرت يقول لي مثلا الصفحه الرئيسيه، يقول لي ادراج، يقول لي تصميم، يقول لي تخطيط، يقول لي مراجع، يقول لي ميلينج او مراسله. هنا أول سؤال بيقول لك انشئ مستند جديد مستخدما قالب التصميم رسالة مشربية أوريال ليتر وأترك المستند مفتوح. معنى الكلام ده إن أنا هبتدي أنشئ مستند جديد، كنا بننشئ مستند بروح على قائمة فايل اللي انشئ جديد، يبقى هروح على حاجه اسمها نيو او انشاء. طيب هو قال لك اسم المستند اللي هو اوريال ليتر، وروح ادور من هنا على اسم المستند. انا اعتذر مره تانية، اروح ادور على الاسم اللي هو جاي له اهو، وقال لك ايه هنا في السؤال؟ قال لك حاجه اسمها اوريال ليتر، اروح على نيو وادور على المستند اللي هو قال لي عليه لحد ما الاقيه، هتلاقيه موجود عندك، ومش شرط يقول لك اسم المستند ده بس، ممكن يقول لك اسم تاني. طيب ده بالنسبه لاول سؤال. السؤال التاني بيقول لك احفظ المستند، بيدي لك المستند او بيفتح لك مستند قدامك بيقول لك احفظه بنوع حاجه اسمها اتش تكست فورمات في المجلد دوكيمنت ليتمس، اروح على فايل بعد كده ايه سيف از، وبعد كده اقول له براوز او استعراض، وقال لك احفظه بنوع اسمه ريتش تكست فورمات، يبقى طالما قال لي بنوع يبقى اقول له من عند سيف از تايب، هروح اختار من هنا نوع ايه ريتش تكست فورمات. قال لك تحفظه فين؟ دوكومنت، وبعد كده دور على ملف اسمه ليتمس ايا كان اسم الملف اللي عندك، دور عليه وقول له اوبن، فانا كده حفظته فين؟ في دوكيمنت ليتمس. طيب السؤال الثالث بيقول لك غير الموقع الافتراضي لحفظ الملفات، يعني انا لما اجي اعمل حفظ بلاقي تلقائي فتح لي مكان معين، فانا عايز اغير المكان ده، الحفظ الافتراضي اغيره ازاي؟ من فايل بعد كده اوبشن، طالما قال لي مكان الحفظ اقول له ايه سيف او حفظ. طيب هو قال لي الحفظ التلقائي اللي هو اوتو ريكفر فايل لوكيشن، مكان الحفظ التلقائي،
ولا قال لك مكان حفظ الملف الاصلي؟ قال لك اللي هو مكان حفظ الملف الاصلي او الافتراضي اللي هو ديفولت لوكال فايل لوكيشن، واروح على براوس واحدد المكان اللي هو قال لي عليه واقول له اوكي. السؤال الرابع بيقول لك غير مستوى التكبير والتصغير للمستند ليصبح بمقدار 95. عندك قوائم من فوق، اروح على قائمة فيو، قائمة فيو او عرض. هو عايز يعمل ايه؟ غير مستوى التكبير والتصغير، يبقى اروح على زوم، واروح هنا في البرسنت او النسبة اروح اكتب 95 واقول له اوكي. السؤال رقم 5 بيقول لك في المستند استخدامات الانترنت، يعني مستند هو فاتح لك مستند اسمه ايه؟ استخدامات الانترنت. بيقول لك اختر الفقرة التي تبدأ بالنص كذا، يعني هو مدي لك فقرة معينة، افترض ان عندي فقرة بالشكل ده. طب هو نفترض ان انا الفقرة دي على نفس الاسم اللي هو قال لي عليه، الانترنت عبارة عن شبكة تربط بين والموجودة اسفل العنوان، يعني الفقرة دي لها عنوان معين. نفترض العنوان بتاعها اللي هو مجالات استخدامات او مجالات استخدام الانترنت، مجالات استخدام الانترنت، وعايزك تكتب العبارة التالية، يعني كل القصة انا هروح على الفقرة اللي هي بتبدأ بإيه؟ اختر الفقرة التي تبدأ بالنص، الانترنت عبارة عن شبكة تربط بينه، موجودة أسفل العنوان مجالات استخدام الانترنت. يعني هو مدي لك مجالات استخدام الانترنت، وهاجي تحتها اكتب الفقرة اللي هو قال لي عليها، جعلت شبكة الانترنت العالم كله مثل قرية صغيرة. يعني كل الحكايه ان انا هكتب بس. مديلك مستند فبيقول لك المره دي قم باستبداله. في المستند استخدامات الانترنت اختر الفقره التي تبدا بالنص كذا وقم باستبدال النص يرتبط بالنص يتصل. قلنا عشان اعمل استبدال كنت بعمل ايه؟ من قائمه هوم او الصفحه الرئيسيه اروح اقول له ريبليس او استبدال، ريبليس او استبدال. هو عايز يستبدل ايه بايه؟ هو عايز يستبدل النص يرتبط، اروح اكتب في find what اكتب يرتبط، replace with انا هستبدلها بايه بالظبط؟ انا هستبدلها بكلمه اسمها يتصل، واروح اقول له ايه؟ replace او استبدال. طيب السؤال رقم 7 بيقول لي في المستند استخدامات الانترنت انقل النص الموجود في اسفل الصفحه والصقه كعنوان للفقره. يعني ايه معنى كلمه هنقل النص؟ انا عندي نص بالشكل ده وعايز انقله، يعني انا عايز اشيله من المكان اللي فيه، اروح اعمل له ايه؟ كات. وقال لك الصقه في مكان معين، هو بيكون مديك المكان، عاد رحت عند المكان ده واروح اقول له ايه؟ بيست او لصق، بيست او لصق. في المستند استخدامات الانترنت احذف النص الموجود اعلى الصورة في اسفل الصفحة ثم استخدم امر مناسب لاسترجاع النص. يعني نفترض ان عندي نص بالشكل ده عايز احذفه، اعمل ايه؟ احدده وادوس على باك سبيس من لوحة المفاتيح، وعلشان اعمل له استعادة بعمل ايه؟ كنترول مع زد، يا اما اندو امر الاندو، يا اما كنترول مع زد عشان اعمل له عمليه استرجاع. طيب استخدم اداه مناسبه لاجراء تدقيق املائي على المستند، يعني انا دلوقتي عايز اعمل تصحيح املائي للمستند ده، افترض ان المستند فيه حاجه غلط اهو بالشكل ده وعايز اعمل تصحيح عليها، كنت بروح على ايه؟ ريفيو، وبختار اول حاجه هتلاقيها عند الناس سبيلنج اند جرامر، انا عندي حاجه اسمها الاديتور، واروح اختار منها السبيلنج، ابتدي صحح كلمه. الكلمه دي اقصد بيها ايه؟ اقصد بيها مثلا حاجه بالشكل ده اهو. الكلمه التانيه تقصد بيها ايه؟
هتختارها. الكلمة التالتة تقصد بيها ايه؟ استخدام. الكلمة الرابعة تقصد بيها ايه؟ طيب بالنسبة للجرامر هروح اصحح الجرامر بتاعي كده. انا عملت بيقول لك you have finished review editor suggestion، يعني انت عملت ايه؟ انت عملت تصحيح املائي للقطعة اللي عندك. قبل ما اكمل، التسع اسئله دول فيهم اي مشكله؟ الصوت طيب كان واضح ولا كان في مشكله في الصوت؟ يبقى النص منخفض اللي هو الاكس اللي تحتها 2 اللي هو سب سكريبت، اما النص المرتفع اللي هي الاكس اللي فوقها 2 اللي هي سوبر سكريبت. طالما قال لك منخفض على النص ده، فبتحدد النص مثلا او تحدد 2015 ايا كان هو مديلك ايه، واروح عند اللي هو الاكس اللي تحتيها 2 اللي هي سب سكريبت، خليها لي من تحت كده. انا حليت السؤال بتاعي. انا بيقول لك في الفقره في مستند الشبكات، مديلك اسم مستند هفتحه، بيقول لك قم بتغيير حاله الاحرف للنص سوشيال ميديا الى الاحرف الكبيره. اروح احدد النص. طيب ايه معنى كلمة ان انا اغير حالة الاحرف للاحرف الكبيرة؟ شايفين اللي هو الاي كابيتال اي سمول اللي هو تشينج كيس، يعني تغيير الحالة. اروح اختار حاجة اسمها الابر كيس، خليت كل الحروف كابيتال اهو كده. انا غيرت حالة الاحرف من الاي كابيتال اي سمول، اقول له حاجة اسمها الابر كيس، خليتها كلها احرف كبيرة اللي هو الكابيتال لتر. ده بالنسبة لحالة الأحرف. أنا بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية، وهفتح المستند اللي هو قال لك عليه. اختر الفقرة الأولى الموجودة أسفل العنوان شبكات التواصل الاجتماعي والشركات. يعني أنت عندك عنوان اسمه إيه؟ شبكات التواصل الاجتماعي والشركات. الفقرة دي تبدأ بإيه؟ إذا لم يكن لدى شركتك حساب على مواقع التواصل، وعايزك تعمل إيه؟ وقوم بإحاطتها بحد خارجي. بأول حاجة عندك قطعة مثلا زي دي، عايز أعمل لها حد خارجي إزاي؟ شايفين من قائمة هوم في حاجة اسمها باراجراف، من البوردر أروح أختار حاجة اسمها أوتسايد بوردر، لأن هو قال لك قم بإحاطتها بحد خارجي، فهختار أوتسايد بوردر. أوتسايد بوردر، ثم غير لون الخلفية الخاص بالفقرة لأي لون من اختيارك فيما عدا اللون الأسود أو الأبيض أو التلقائي. هغير لون الخلفية إزاي؟ شايفين علامة الجردل اللي انتوا شايفينها؟ واختار اللون اللي أنا عايزه، ده اللي هو لون الخلفية. يبقى أنا عملت حدود وغيرت لون الخلفية. السؤال رقم 13، في مستند الشبكات اختر جدول واحد وقم بمحاذاة النص. يعني نفترض انا عندي جدول بالشكل ده، عندي جدول طيب. انا دلوقتي نفترض ان انا عندي دول مظبوطين بالشكل ده، وعندي الثلاثة اللي من تحت برضو مظبوطين بالشكل ده. فانا لو قلت لك اعمل لي محاذاه مثلا لكلمه محمد واحمد، يعني ايه محاذاه؟ يعني اخليها في نفس الشكل اللي انا عامله للكلام الموجود في الجدول، اخليه في نفس الالاينمنت، في نفس المحاذاه بتاعته، بدل ما هو يبقى ناحيه اليسار يكون في المنتصف. احددهم واروح اختار اللي هي في النص، كده انا عملت له محاذاه. بسألك سؤال تاني، قم بحذف العمود الفارغ. فبحدد العمود وبعمل ايه؟ هتلاقي ظهرت من فوق كلمة اسمها لي اوت وكلمة اسمها التيبل ديزاين. هروح على اللي اوت وعلى ديليت واقول له عايز اعمل ايه؟ ديليت لي العمود، ديليت كولوم. هنا السؤال بيقول لك اعمل ايه؟ بيقول لك اختر جدول وقم بمحاذاة النص، ده كل اللي عايزه. طيب
في مستند الشبكات الاجتماعية قم بتطبيق نمط تنسيق الفقرة اقتباس على الفقرة الموجودة أسفل العنوان. عنده فقرة بالشكل ده وعايزك تطبق نسق اسمه اقتباس. نسق يعني ستايل. هدور على اللي هو قال لك عليه فين، اهو ده اللي قال لك عليه، هدوس عليه كده. انا طبقت اللي هو النسق بتاعي، او كليك يمين وتحذف العمود بالظبط. طالما قال لك اعمل لي نسق يبقى اروح على ستايل. بيجيب لك سؤال تاني، بدل ما تعمل النسق ضيق اعمل سترونج. ابحدد برضو الباراجراف واقول له ايه سترونج. طيب بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية حدد الفقرة التي تبدأ بالنص كذا، وقم بتغيير موضع علامة الجدولة. أنا عايز أغير علامة الجدولة دي اللي هي زي الهوامش اللي هو المارجنز، بس أنا هعملها بطريقة، بص كده الناس تركز معايا هنا. أنا عندي نفترض الفقرة دي وعايز أغير علامة الجدولة بتاعها. عندك في قائمة هوم في جروب اسمه باراجراف، السهم اللي من تحت ده ايه؟ هدوس عليه. هو قال لك اعمل ايه؟ نركز في السؤال. قال لك غير موضع علامة الجدولة إلى جهة اليسار بمقدار 9 سنتي أو 3.54 بوصة. جهة اليسار بمقدار 9 سنتي. انا حددت الباراجراف وراح على السهم اللي من تحت ديه باراجراف سيتنج. طالما قال لي غير علامة الجدولة يبقى اروح على كلمة اسمها تاب. هو قال لك علامة الجدولة هتغيرها ايه؟ خليها الى جهة اليسار بمقدار 9 سم، يبقى جهة ايه الالاينمنت اخليها ليفت. طيب لو قال لي اليمين راح اختار رايت، وقال لي ليفت، طب بمقدار كام؟ بمقدار 9 سم. اروح اكتب في التاب ستوب بوزيشن المكان بتاع توقف علامة الجدولة 9 سم، واروح اقول له ايه ست اللي هو تعيين، وبعد كده اقول له اوكي. انا كده غيرت علامة الجدولة اللي هي الهوامش بتاعتي، بس من ناحية اليسار. كنت بروح على السهم اللي من تحت، بعد كده تاب، قال لك الى جهة اليسار، فاختار في المحاذاة لف واكتب من فوق المقاس اللي هو قال لي عليها بالسنتي اللي هو 9 سنتي. طيب بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية انسخ تنسيق النص. هو عايز يعمل عملية نسخ تنسيق، وقم بتطبيقه على نص العنوان. يعني نفترض ان انا عندي نص بالشكل ده اهو، انا عايز انسخ التنسيق ده على باراجراف تاني. اروح اعمل ايه؟ احدد الجزء اللي عايز انسخ التنسيق بتاعه، واروح من قائمة هوم في حاجة اسمها كليب بورد او علامة الفرشة اللي انتوا شايفينها، هدوس عليها علامة الفرشة، هدوس عليها، واروح احدد القطعة التانية اللي عايز انسخ عليها التنسيق، او كليك شمال واسحب عليه واشيل ايدي. كده عملت ايه؟ كده انا عملت نسخ للتنسيق، عملت نسخ للتنسيق. يقول لك رقم 17 طبق مسافة بادئة على الفقرة التي تبدأ بالنص تكلفة تسويقية منخفضة. في نص أو في فقرة عندك أولها تكلفة تسويقية منخفضة، هو عايزك إن المسافة البادئة بتاعتك تكون من الهامش الأيمن. طيب الهامش الأيمن بيكون جهة اليمين ولا جهة اليسار؟ لو عندي بكتب مثلا مستند بالعربي، فالهامش الأيمن بيكون جهة اليمين ولا جهة اليسار؟ بيكون جهة اليمين. تمام. هو قال لك بمقدار 51% سنتيمتر أو 2 من 10 بوصة. أنا أروح أعمل إيه؟ أروح على الفقرة، عايز أعمل مسافة بادئة، أروح على السهم اللي من تحت في باراجراف سيتنج. طالما قال لي مسافة بادئة ففي حاجة اسمها الاندنتيشن. اندنتيشن أهي المسافة البادئة. طيب هو قال لك عايزك
تطبق بس من جهة الهامش الأيمن. يعني إيه هامش أيمن؟ دلوقتي القطعة بتاعتي دي اللي أنا بكتبها إنجليزي ولا عربي؟ إنجليزي. فالجزء ده قبل الباراجراف ده هامش أيسر، بعد الباراجراف هامش أيمن. طب لو بكتب عربي، اللي قبل أهو العربي، اللي قبله دي اللي هو ده اسمه هامش أيمن وده هامش أيسر، أو ده اسمه قبل النص وده بعد النص. طيب المستند بتاعي بيكتب بالعربي، فأنا لو عايز أعمله جهة اليمين يبقى هيكون قبل النص ولا بعد النص؟ هيكون قبل النص، هيكون قبل النص. يبقى هختار حاجة اسمها before text واروح اكتب اللي هو قال لي عليه. فهنا في السؤال قال لك ايه هو؟ قال لك طبق مسافة بادئة على الفقرة التي تبدأ بالنص، مدي لك فقرة أولها النص دي، بحيث تكون بمقدار 2 من 10 بوصة و51 من 100 سنتيمتر، عايزها من الهامش الأيمن. الهامش الأيمن طالما المستند بتاعي بالعربي فالهامش الأيمن معناها إيه؟ بيكون مسافة بادئة قبل النص، فبروح على السهم اللي من تحت دي وأقول له before text قبل النص وأكتب المقاس بتاعي أو أعمل المقاس بتاعي. في طريقة تانية، من لي اوت ومن اندنت، من بيفور اروح احدد المساحة بتاعتي. قبل ما اكمل، في اي مشكلة في ال17 سؤال دول؟ حد عنده سؤال في ال17 سؤال؟ السؤال الأخير ده طالما قال لك عايزه من الهامش الأيمن فأنا بكتب إيه؟ أنا بكتب عربي أو المستند بتاعي بالعربي. هامش أيمن معناه إن أنا هعمله قبل النص، طب هامش أيسر بعد النص. باقي الناس، باقي الناس، تمام. السؤال رقم 18 بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية، ده اسم مستند هفتحه، بيقول لك اختر الصفحة الثانية واضف فقرة جديدة اسفل العنوان. يعني مديك عنوان في الصفحة الثانية، بيقول لك اكتب لي تحت الفقرة دي او تحت النص اكتب لي الكلمة دي: جودة المحتوى هي خطوة أساسية في تصميم استراتيجية تسويق ناجحة. كل الحكاية إن أنت بس هتكتب، مش هتعمل حاجة أكتر من كده. رقم 19 بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية، برضو اسم المستند، عايزك تعمل تباعد بين الأسطر بمقدار 1.5 سطر. مقدار 1.5 سطر. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ طب هو قال لك اعمل لها تطبيق على ايه؟ على القائمة النقطية، القائمة النقطية اللي هي دي. نفترض ان انا فاتح مستند، حلو كده، وعندي في المستند ده عندي أسماء تحت بعض، فهو يقصد بالقائمة النقطية اللي هو النقاط اللي بتكون قبل القائمة اللي أنا بعملها. فهو عايزك تعمل تباعد ما بين القائمة دي بمقدار 1.5. هروح على العلامة دي اللي هي اللاين سبيسنج، لا اللاين اند باراجراف سبيسنج، واروح اختار 1.5 من قائمة هوم، واختار حاجة اسمها باراجراف واختار 1.5. دي اللي هو القائمة النقطية. طيب القائمة الرقمية اللي هي جنبها دي قائمة رقمية. طيب صار رقم 20 في مستند الشبكات الاجتماعية،
قم بتغيير حجم الصورة، عايزك تغير حجم الصورة بحيث ان انت تخلي الارتفاع بتاعها 2.54 سنتي والعرض 2.54. انا عندي مستند، نفترض ان هو ضاف لي صورة في المستند ده، هو عايزك تغير حجم الصورة دي اللي هو السايز اللي هو ارتفاع والعرض. بس قبل ما اعمل الخطوة دي، شايفين جنب كلمة السايز في سهم صغير من تحت، هدوس عليه واروح عند حاجة اسمها لوك اسبكت ريشيو، اشيل علامة الصح من عليها. ليه بشيل علامة الصح من عليها؟ عشان لو ما شلتش علامة الصح هتيجي هنا هتغير في الارتفاع، العرض لوحده بيتغير. لا انا مش عايز كده، انا عايز اكتب اللي اكتبه هنا ما يغيرش معايا في اللي تحت. اروح على السهم ده واروح اشيل علامة الصح من كلمة اسمها لوك سبيكت ريشيو، اقول له اوكي. اروح اكتب الارتفاع كام؟ 2.54، واكتب العرض 2.54 واقول له انتر. بس قلنا احرك الصورة ازاي من بوزيشن واختار اي مكان ليها. فين الصورة؟ اهي كده انا عملت زي ما هو قال. في مستند الشبكات الاجتماعية اختر الصفحة الثانية، يعني هتدخل على الصفحة الثانية والمرة دي هتدرج صورة، بس هتدرجها فين؟ بيقول لك الموجودة في دوكومنت ليتمس، قال لك الصورة مكانها فين بالظبط بحيث تكون أسفل العنوان المهام والأدوار. يعني مديك عنوان اسمه المهام والأدوار، هتحط تحتيها الصورة اللي هو قال لك عليها. هروح على انسيرت او ادراج، انسيرت او ادراج، واقول له بيكتشر، واقول له ذيس ديفايس، يعني انا عايز صورة من الجهاز. هو قال لك مكانها فين؟ دوكومنت. اروح على دوكومنت وادور من هنا على ملف اسمه لتمس، هتلاقي الصورة، حتى هو مديك اسمها، مديك اسم الصورة، واقول له بعد كده انسيرت. خليها بس تحت العنوان اللي هو اتكلم عليه، ركع عادي. هخليها تحت المهام والأدوار زي ما هو قال. بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية اختر الجدول المعنون باسم جدول 2. في عندك جدول اسمه جدول 2، عايزك تعمل إحاطة اللي هو الأول بحد خارجي يتألف من خط مزدوج. أنا عايز أعمل مثلا كمثال، هو قال لك الصف الأول أحدده، وعايز أحوط الصف الأول بحد مزدوج. شايفين قائمة موم؟ أروح على حاجة اسمها بوردر وأروح أقول له بوردر أند شادنج. هو عايز خط مزدوج، فهدور في الستايل على خط مزدوج، ادي خط مزدوج، اقول له اوكي. بس كده انا عملت له خط مزدوج، قال لك قم باحاطه الصف الاول بخط مزدوج. بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعيه اختر الجدول، يعني مدي لك جدول وعايزك تكتب البيانات دي فيه، هتكتبها فين؟ في الخلايا الفاضية. يعني ادي عندي جدول بالشكل ده، بيكون عندك خلايا فاضية تحت، فهتروح تكتب الكلام اللي هو قال لك عليه. بس كده مش عايز اكتر من كده. طيب الصورة رقم 24 في مستند الشبكات الاجتماعية، عايزك برضو تختار جدول 2، وعايزك المرة دي تغير ارتفاع الصف الثالث، تخليه 63 من 100 سنتي. غير ارتفاع الصف الثالث، فين الصف الثالث اللي هو علي وعمر؟
احدده وعايز اغير ارتفاعه من فين؟ من اللي اوت. ارتفاع قال لي اخليه كام مثلا؟ 2.54، اقول له انتر، فكده غير لك الارتفاع بتاعه، قال لك مثلا 6 من 10. فانا بروح عند الصف الثالث بحدده، هتظهر معايا قائمة اسمها لي اوت، اروح في الهايت او الارتفاع واروح احدد الارتفاع اللي هو قال لك عليه. بس ده ارتفاع الصف الثالث. بيقول لك في مستند الشبكات اغير حجم الهامش الايمن والايسر لكامل المستند. يعني انت المرة دي عايزك تعمل ايه؟ تغير الهامش الايمن والايسر للمستند ككل بمقدار كام؟ 2.3%. يبقى هروح على ايه؟ هروح على لي اوت او تخطيط، وادور على حاجه اسمها مارجنز او هوامش، واروح على حاجه اسمها الكاستم مارجنز، يعني تحديد الهوامش. هو عايزك تغير الهامش الايمن والايسر، الايمن اهو رايت، قال لك 2.5%. غير بس اللغه. اتنين بوينت خمسة من مية، والهامش الأيسر برضو نفس الكلام 2.5%. خلصت أقول له أوكي، كده أنا غيرت الهامش، كده غيرت الهامش بتاعي من لي أوت ثم مارجنز. وبعد كده أروح أقول له كاستم مارجنز، وأروح عند الهامش الأيمن والأيسر، أروح أكتب اللي أنا عايزه. هو ليه مديها لك بالبوصة يا هندسة؟ لأن في بعض الامتحانات بيكون الأبعاد بتاعته بالبوصة. لا هو مش صلب إن أنت، لا مش مجبر إن أنت تعمله بالبوصة. هو قال لك إيه؟ قال لك لو أنت ما عندكش وحدة البوصة هتشتغل بالسنتي، يعني ده صح وده صح. فكل المستندات عموما بتاعة الورد كلها اللي بتكون في الاختبارات الدولية بيكون بالسنتي. طب لو كانت بالبوصة ابتدي أكتب 8 من 10 بوصة. طيب اعرفها ازاي؟ من فايل، بعد كده اوبشن، اروح على حاجة اسمها ادفانسد، انزل تحت شوية هتلاقي في حاجة اسمها الشو ميجرمنت ان يونت، يعني اظهار وحدة القياس، يوضحها لك او يظهرها لك بايه، بالانش ولا السنتي ولا البكسل ولا المليمتر. هو بيكون مظبط لك اصلا اعدادات البرنامج على السنتي او على الانش او على الملي على اساس ما هو قايل لك. الصورة رقم 26 بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية قم بإدراج أرقام الصفحات. هو عايزك تعمل إيه؟ تدرج أرقام صفحات بحيث تظهر تلقائيا فين؟ على الجانب الأيمن في أسفل الصفحة. يبقى اروح على ايه؟ على انسرت، طالما قال لي ادراج هدرج ايه؟ ارقام صفحات، يبقى بيج نمبر. طيب ارقام الصفحات عايزها فين؟ اسفل الصفحه، البوتم اوف بيج. طب عايزها فين؟ في الجانب الايمن. فين الجانب الايمن؟ اهو ده اللي هو الجانب الايمن، هدوس عليه هتلاقيها ظهرت معاك في الجانب الايمن. لا لا مش هيطلب منك، بس هو لو طلب انت عارف ازاي تغيرها، من فايل، بعد كده اوبشن، ادفانسد، وتدور هتنزل تحت هتلاقي في كلمه اسمها الشو ميجرمنت، تختار الوحده اللي انت عايزها. هو اصلا بيكون مجهز لك اعدادات البرنامج على اساس الاسئله اللي هو سائلها، يعني يكون عملها لك بالسنتي يا اما عمله لك بالبوصه، هو بيكون مجهزه لك اصلا. هنا في مستند الشبكات الاجتماعية قم بإضافة الحقل الفايل نيم. هو عايزك تضيف حقل بحيث يكون في الجانب الأيسر من إيه؟ في تسجيل الصفحة. يعني إيه تسجيل؟ يعني الفوتر. أروح على إنسرت، بعد كده الفوتر، هو عايزه فين؟ عايزك تدرج لحقل اسمه فايل نيم، يعني اسم الملف اللي أنت فاتحه، بحيث يكون في الجانب الأيسر. اقول له مثلا اديت فوتر، يا اما اروح على الجانب الايسر. فين؟ ممكن ما اختارش اي واحده فيهم واروح اقول له اديت فوتر. ده اللي هو عندي الجانب الايمن، انا عايز اضيفها فين؟ في الجانب الايسر.
فكانت هو مظبط المحاذاة بتاعتي التلاتة اللي جنب بعض، خلاها الجانب الأيسر وأروح على الهيدر أند فوتر، وقال لك عايزك تضيف حقل إيه؟ عايزك تضيف حقل الفايل نيم. يبقى أضيفها إزاي؟ هتلاقي عندك كلمة اسمها الكويك بارت، أجزاء سريعة، وقال لك ضيف لي إيه؟ حقل. فأروح أختار حاجة اسمها فيلد، ومن القائمة اللي ناحية اليسار هدور على الاسم اللي هو قال عليه، قال لك فايل نيم، أروح أختاره، بقول له أوكي. إيه اللي حصل؟ ضاف لك العنوان بتاع إيه؟ بتاع المستند اللي أنت فاتحه في الجانب الأيسر. تمام. ده السؤال رقم 27. المسطرة لو رحت على قائمة فيو في علامة صح على الرول أو المسطرة أهو، أعلم علامة صح هتظهر، أشيل علامة الصح هتختفي. طيب هنا المرة دي بسألك سؤال رقم 28، بيقول لك في مستند الشبكات الاجتماعية قم بكتابة النص، عايزك تكتب النص ده بس فين؟ في الجانب الأيمن في رأس الصفحة. رأس يعني احنا قلنا هيدر، من انسرت بقول له هيدر، عايزه في الجانب الأيمن أهو. هتكتب لي الكلمة اللي هو قال لك عليها، المؤسسة العالمية للبحوث والتسويق، راح أكتبها هنا المؤسسة العالمية للبحوث والتسويق. خلصت، اروح اقفل الهيدر والفوتر، كده انا حطيته في الجانب الايه؟ في الجانب الايمن. طيب الصورة رقم 29 بيقول لك استخدم أداة مناسبة لإجراء تدقيق إملائي. تفتكروا التدقيق الإملائي خدناه فين؟ لو رجعنا خطوة لورا تلاقي الصورة رقم 9 أهو، تستخدم أداة مناسبة لإجراء تدقيق إملائي، يعني هتعمل لي تدقيق إملائي على إيه؟ على المستند المرة دي. لكن الصورة رقم 29 هتعمل على إيه؟ هتعمل على المستند برضو، بس هتضيف لي النص دي اللي هو جاي لك عليه إلى القاموس الافتراضي. عندي نص بالشكل ده، الكلمة دي نفترض إن هي غلط، وعشان أضيفها للقاموس أعمل إيه؟ أروح على ريفيو وأختار أول اختيار سبيلينج أند جرامر، هي اسمها الهوت سايت، بس هتضيفها لي لحاجة اسمها القاموس اللي هو آد تو ديكشنري، بس هو ده اللي عايزه منها. كليك يمين واقول له برضو اد تو ديكشنري لو في اي غلط اهي، كليك يمين واقول له اد تو ديكشنري، ده لو عايزك تضيفها للقاموس. عايز تعمل لها تجاهل من فين؟ من حاجه اسمها اجنور اللي هو اهمال او تجاهل. انا السؤال رقم 9، ما تنساش برضو كمل السؤال للاخر، حتى قال لك بعد ما قال لك استخدم اداه مناسبه لاجراء تدقيق املائي قم بتصحيح اي اخطاء، يعني اي اخطاء عندك هتصححها. ممكن تتجاهل اسماء العلم، يعني ايه اسماء العلم؟ يعني مثلا نفترض كمثال البلدان مصر السعوديه الامارات، بيقول لك اعمل لها تجاهل، اللي هي بعمل لها حاجه اسمها اجنور او تجاهل. بيقول لك السؤال رقم 30، في مستند الشبكات الاجتماعيه قم باظهار كافه علامات التنسيق. يعني ايه اظهر كافة علامات التنسيق؟ بص كده، انا هروح على قائمة هوم الصفحة الرئيسية، شايفين العلامة اللي من فوق دي اللي هو شو اند هايد، دي اللي هي علامات التنسيق، هدوس عليها لو فظهرت معاك، هو عايزك تظهرها بس. يبقى من قائمة هوم ومن جروب اسمه باراجراف ومن العلامة الموجودة في الآخر دي اللي هو شو اند هايد، فهظهر معايا علامات التنسيق الموجودة في المستند. السؤال
السؤال رقم 31 في مستند الشبكات الاجتماعية، عايزك تغير اتجاه الصفحة إلى الاتجاه الأفقي واضبط حجم الورق A4. هتغير اتجاه الصفحة إلى الاتجاه الأفقي، هروح على إيه؟ على لاي أوت أو تخطيط. طالما قال لك غير اتجاه الصفحة إلى الوضع الأفقي، هروح على حاجة اسمها أورينتيشن. أورينتيشن، وأختار منها حاجة اسمها لاندسكيب اللي هو أفقي. طيب تاني حاجة قال لك اعمل إيه؟ غير الحجم بتاعها السايز، خليه A4. فين A4؟ اهي A4. بس كده انا خلصت السؤال، فده اللي هو عايزه منك في السؤال رقم 31. بيقول لك استخدم المستند دعوة حضور كرسالة لتنفيذ عملية دمج المراسلات، ثم قم باستخدام المستند الموجود في مجلد كمصدر للبيانات المراد دمجها مع المستند. فاكرين لما جينا اخدنا موضوع الشهادة اهو، اللي هو شهادة التقدير، هنعملها سريعا مع بعض عشان انا مسحتها اصلا من عندي. لما جينا عملنا موضوع الشهادة، قلت مثلا تشهد أكاديمية بأن المتدرب كذا حصل على كورس كذا بعدد ساعات كذا. طيب كنت بعمل ايه عشان اعمل اللي هو السؤال بيقول لك ايه؟ كنا خدناه بالتفصيل المحاضرة اللي فاتت. استخدمها كرسالة لتنفيذ عملية دمج المراسلات، كرسالة لعملية تنفيذ دمج المراسلات. يبقى هروح على حاجة اسمها الميلينج او المراسلة، وقال لك اعمل دمج مراسلات، هروح اختار حاجة اسمها ستارت ميل ميرج، هعمل دمج للمراسلات. وعايزك تستخدمها كرسالة، هروح اختار من فوق حاجة اسمها ليتر. بس هو ده السؤال. قال لك بعد كده اعمل ايه؟ لكده الخطوة الأولى، ثم قم باستخدام المستند، وقال لك مكانه فين؟ عايزه كمصدر للبيانات. علشان استخدمها كمصدر البيانات كنت بجيب ايه؟ فاكرين لما جينا عملنا الجدول ضفناه ازاي؟ من حاجه اسمها سيلكت ريسبنت، واقول له يوز ان اكزيستنج ليست، يعني استخدام قائمه خارجيه. هو قال لك هتدور على حاجه اسمها دوكيمنت بعد كده ليتمس، فهتلاقيه هناك ومدي لك اسمه. افترض انا هاخد الملف ده راح اقول له اوبن، هتلاقي القوائم اللي في الاخر معاك اتفعلت. ده اللي هو السؤال رقم 32. طيب بيقول لك في المستند الرئيسي لعملية دمج المراسلات، قم بإدراج حقل البيانات اللي هو الاسم الأول، بحيث يكون الحقل بجانب النص مرحبا. يعني مدي لك نص اسمه مرحبا، هتعمل لي جنبه، هتضيف لي حاجة اسمها الاسم الأول. من فين؟ من حاجة اسمها insert merge field، وتختار هنا، هتدور على حاجة اسمها الاسم الأول هتختاره، فكده أنا ضفته. بس ده هو اللي عايزه، تروح جنب النص وهتضيف الحاجة اللي هو عايزها من insert merge field، تختار اسم الحقل اللي هو قال لك عليه. بعد كده بيقول لك قم بإنهاء عملية دمج المستند، عايز أعمل لها إنهاء مع الرسالة المفتوحة ليكون على شكل مستند منفصل جديد. بعد كده عايزك تحفظ المستند باسم مناسب هم، هعمل لها انهاء ازاي؟ اخر حاجه في حاجه اسمها الفينش اند ميرج. طيب هو قايل لك اعمل لها انهاء بس بحيث ان هي تكون بشكل منفصل، يعني منفرد، يعني كل واحد لوحده. يبقى هروح على حاجه اسمها الفينش اند ميرج، واروح اختار اول اختيار اللي هو edit individual document، يعني تعديل او عمل مستند مفرد لكل واحد فيهم، وقال لك كله زي ما هو معلم على قول، واقول له اوكي، فتلاقيه ادرج معاك كذا مستند. بعد كده احفظه سيف از براوس، احفظه في المكان اللي هو قال عليه بالاسم اللي هو قال عليه كده. فده لو عايز اعمل عمليه انهاء ميلينج، انهاء للرساله بتاعتي او للشغل بتاعي.
يقول لك في السؤال رقم 35 بيدي لك سؤال في المستند نفسه من جوه، بيقول لك أي من الخيارات التالية تعد مثال تدريبي جيد عند إضافة صفحات جديدة؟ يعني لو عايز أضيف صفحة جديدة بيقول لك إدراج صفحة فارغة، ولا إدراج فاصل صفحات، ولا استخدام مفاتيح الاتجاهات حتى يتم إنشاء صفحة جديدة، ولا استخدام مفتاح التحكم تاب حتى يتم إنشاء صفحة جديدة. بيقول لك تعد مثال تدريبي جيد، هستخدم حاجة اسمها فاصل صفحات. أنا فاصل الصفحات بعملها إزاي لو الناس تفتكر؟ بروح على انسرت، وعندك في حاجة اسمها البيج بريك، ده اللي هو فاصل صفحات. ده لو عايز أضيف إيه؟ لو عايز أضيف صفحة فاضية، ده أفضل مثال تدريبي جيد على إضافة صفحة جديدة في مستند معين. اللي هي إيه هندسة تاني معلش؟ أي سؤال بالظبط؟ أي سؤال يا هندسة؟ بس حضرتك معايا الدمج. طيب اي سؤال في الدمج بالظبط؟ ولا الثلاثة؟ سندين ازاي؟ يعني السؤال كام؟ 32 و33 و34، ولا السؤال 34؟ و34. هو عايزك تعمل انهاء عملية دمج المستند. انهاء ازاي؟ انهاء بعمل لها حاجة اسمها فينيش. اعمل كنترول زد انهاء، يبقى هعمل لها حاجه اسمها الفينش اند ميرج، يعني انهاء ودمج. انا عايز اعمل عمليه انهاء دمج المراسلات من فينش اند ميرج. طب هو قال لك ايه السؤال؟ قال لك ليكون على شكل مستند منفصل جديد. يعني لو عندي خمس اسماء، عندي خمس اسماء، اخلي كل اسم في صفحه لوحدها ازاي؟ هتلاقي في الفينش اند ميرج في حاجه اسمها الايديت انديفيدوال دوكيمنت، يعني كل اسم خليه لك في مستند لوحده، خليه لك في صفحه لوحدها، هروح ادوس عليه. هو قال لك اعمل لي ايه؟ خلي لي اللي هو المستند كله، فهختار اول واروح اقول له اوكي، فهتلاقيه ادرج لي كذا مستند عندي. كنا اخدناها المحاضره اللي فاتت تفصيل ممل، ازاي اعمل عملية انهاء، وفي نفس الوقت ازاي ندمج حقول، وازاي اضيف قائمة من الخارج، وازاي اعمل دمج للمرسل. كل اسم في صفحة، ده بيعمل كل اسم في صفحة. كويس خالص. لا يا هندسة ولا يهمك عادي، ولا يهمك حبيبي. بيقول لك السؤال رقم 36، أجب عن السؤال الموجود في المستند، يعني مديك المستند اسمه السؤال 36. بيقول لك أي من إعدادات الطباعة التالية تستخدم لطباعة محتوى محدد داخل المستند، أعمل إيه؟ بيقول لك من تبويب ملف هروح أختار طباعة، وبعد كده هختار طباعة التحديد. يعني هو قال لك أي من إعدادات الطباعة التالية تستخدم لطباعة محتوى محدد، من فايل، بعد كده برنت، ومن برنت أقول بيج هختار منها حاجة اسمها الكاستم برنت. كاستم برنت اللي هو طباعة الجزء المحدد. أنا عايز أطبع مثلا من الصفحة 2 للصفحة 5، أروح أكتب هنا 2 شرطة 5.
فده هيوصل بيه اللي هو السؤال اللي هو عايزه. حلو خالص. في سؤال تاني. في سؤال كان بيجيبه دايما في الاختبار القديم، بيقول لك السؤال رقم 37، باستخدام ميزة التعليمات غير المتصلة بالإنترنت. يعني ايه ميزة التعليمات؟ هتلاقي في المستند، مستند الوورد، هتلاقي في حاجة اسمها تعليمات. ادي عندك مثلا السند بيكون بالشكل ده، شايفين علامة الاستفهام اللي في الاخر ده اللي هو الهلب او المساعدة، ده اللي هو يقصد بيها عايز ميزة التعليمات. ليه؟ هل بدخل على السم؟ يا اما هدوس عليه، يا اما هعمل ايه، يا اما هروح على ملف اللي هو فايل، وبعد كده بختار حاجة اسمها هلب اللي هي مساعدة او تعليمات، واختار حاجه اسمها تعليمات مايكروسوفت اوفيس. دي موجوده في 2010، بس عشان كده انا خدت صور من 2010. طيب دخلت على تعليمات مايكروسوفت اوفيس، عايزك تعمل ايه بعد كده؟ قال لك ابحث عن موضوع التعليمات اللي هو الخط، يعني هتدور في البحث على كلمة اسمها التعليمات أو الخط. هتيجي هنا في البحث من فوق، هتكتب كلمة فونت، فونت اللي هو الخط، وادوس انتر، أو تكتب الخط بالعربي، فظهر معاك قائمة بالشكل ده. هو عايزك تدور على إيه؟ هو عايزك تدور على التعليمات اللي هو الخط، ثم اختر الموضوع اللي هو تعيين الخط الافتراضي، set the default font. فين تعيين الخط الافتراضي؟ اهو اللي هو تعيين الخط الافتراضي. فانا اروح اختار حاجه اسمها المقال. طيب بعد ما بمشي خطوه خطوه زي ما هو جاي لي بالظبط، اروح ادخل على ايه، المقال زي ما قلنا. طيب ففتح معايا المقال بتاع تعيين الخط الافتراضي على إصدار ويندوز 10 وأوفيس 2016. قال لك بعد كده أعمل إيه؟ قم بعرضه، أي مما يلي يمثل السطر الأول عند عرض هذا الموضوع. مدي لك عناوين، بيقول لك السطر الأول، السطر الأول الموجود عندك هنا، مدي لك اختيارات. فالسطر الأول اللي هنا بيقول لك عند تعيين خط افتراضي يقوم كل مستند جديد تقوم بفتحه باستخدام إعدادات الخط التي قمت بتحديدها. أنت عندك مديلك اختيارات، فين بقى الكلام اللي هو بيقول أهو عند تعيين خط افتراضي يقوم كل مستند جديد تقوم بفتحه باستخدام إعدادات الخط التي قمت بتحديدها أو تعيينها كإعدادات افتراضية. هو عايزك بس تعرف له أول سطر مكتوب فيه إيه بس. ده هو السؤال بتاعنا. ده السؤال رقم 9 أو 37. هتروح على ميزة التعليمات، قلنا من فايل أو ملف، وتختار حاجة اسمها هيلب أو مساعدة، يا إما هتختار حاجة اسمها تعليمات مايكروسوفت أوفيس اللي هي هيلب، ومنها هنا هتعمل عملية بحث على الخط، وقال لك اختار منها تعيين الخط الافتراضي، وعايزك السطر الأول تدور عليه في الاختيارات. لو رحت هنا على فايل ممكن ما نلاقيهاش هنا، مش هتلاقيها هنا. ليه؟ إن التانية اسمها هيلب أو مساعدة، هتلاقيها في أوفيس 2010، أوفيس 2010. طيب الصورة رقم 38 في المستند، مديلك اسم المستند، عايزك تقوم بتصغير الشريط ريبون، شريط الأدوات اللي أنتوا شايفينه. أنا عايز أصغره، أصغره إزاي؟ شايفين السهم اللي من تحت ده؟ اهو اللي هو ريبون ديسبلاي اوبشن، هدوس عليه. انا عايز اعمل له ايه؟ تصغير.
يعني هعمل له اخفاء. بصوا كده، اول ما اقول له show tab only اللي حصل، فظهر ليك التابات بس. هو يقصد بيه كده، يقصد بان انت تصغره، تصغر شريط الادوات، تقفله لي. اظهره تاني ازاي؟ من هنا، او اثبت دي، اروح اختار من السهم، هقول له always show ribbon، يعني دائما اظهر ليا شريط الادوات. طيب بيقول لك غير طريقة العرض، عرض الصفحة للمستند إلى طريقة العرض مسودة. عايزك المرة دي في طريقة العرض تخليها مسودة. أغيرها إزاي؟ من فيو، من فيو، وطريقة العرض أروح أختار حاجة اسمها درافت، اللي هو مسودة، درافت أو مسودة أهو. الصورة رقم 40 في السند المفتوح بيقول لك ادرج الرمز حقوق النشر بحيث يكون بعد النص اوت سايت، يعني مدي لك نص اسمه اوت سايت، عايزك بعد النص ده على طول هتدرج لي رمز، فين ادرج الرمز حقوق النشر اسمه كوبي رايت. كوبي رايت اهو، يبقى هاجي بعد الكلمة اللي هو قال لك عليها هدرج رمز، يبقى اروح على انسرت، اروح على انسرت. طالما قال لك ادرج لي رمز هروح اختار سيمبل. قال لك الرمز ده اسمه كوبي رايت، فين كوبي رايت؟ اول ما تكون واقف على الرمز مدي لك اسمه اهو، ده اللي هو الكوبي رايت. طب لو قال لك مثلا حاجة اسمها تريد مارك اهو، فبتمشي وبتشوف اللي هو الاسم اللي قال لك عليه، هو قال لك كوبي رايت، اروح اختار الرمز ده، فانا كده درجته عندي. بس هو ده السؤال. طيب لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ بصوا كده السؤال 41، نفس القصه في المستند، استخدم اداه مناسبه وقم باستبدال النص كذا بالنص كذا. يبقى اعمل ايه؟ من قائمة هوم اروح على حاجة اسمها ريبليس او استبدال. هو عايزك تستبدل ايه بايه؟ هو عايزك تستبدل كلمة اختلاف، وهتحط مكانها ايه؟ هتحط مكانها تنوع، واروح اقول له ريبليس. ده السؤال رقم 41. طيب 42 في المستند كذا، غير نوع الخط للعنوان. مدي لك عنوان عايزك تغير نوع الخط تخليه تايم نيو ريمون، كنا بنغيره من فين نوع الخط، ايا كان العنوان بحدده. ومن قائمة هوم هتلاقي فيه مستطيل جنبه رقم، المستطيل ده اروح اختار نوع الخط اللي هو قال لك عليه اللي هو اسمه تايم نيو ريمون. السؤال رقم 43 في المستند كذا، غير لون النص. المرة دي عايزك تغير اللون بس ما عدا اللون الاسود او الابيض او التلقائي. بروح احدد النص، اغير لون ازاي؟ من حرف الايه اللي انتوا شايفينه، تختار اي لون تاني انت شايفه او انت عايزه ما عدا اللون الابيض والاسود والتلقائي. انا كده غيرت لون. السؤال رقم 44 بيقول لك في المستند، مدي لك اسم المستند، عايزك تشغل حاجه اسمها الواصله التلقائيه، الهايفينيشن لو الناس تفتكرها، الهاي فينيشن. طيب اشغلها ازاي؟ انا دلوقتي عندي مستند بالشكل ده، علشان اشغلها بروح على حاجه اسمها لاي اوت او تخطيط. فين الهاي فينيشن؟ اهي الهاي فينيشن او الوصله التلقائيه، عايزك تخليها اوتوماتيك، اروح اختار اوتوماتيك اهو، اشتغلت معايا. بس ده لو السطر مش مكفي معاك فبيكمل لك الكلمة من تحت، دي اللي هي الواصلة التلقائية، من هاي فينيشن اللي اوت او تخطيط، واختار حاجة اسمها الهاي فينيشن. طيب السؤال رقم 45 بيقول لك في المستند، مدي لك اسم المستند، عايزك تغير اتجاه النص الموجود في اعلى الصفحة لجهة اليمين. انت عندك نص بالشكل ده، عايز اخليه ناحية اليمين، اعمله ازاي؟ شايفين المحاذاه اللي انتوا شايفينها اهي اللي في قائمه هوم، ده اللي هي المحاذاه اللي عندي، ثلاث علامات اللي جنب بعض،
عايز اخليها ناحية اليمين، اروح اختار الاين رايت كده، انا خليتها ناحية اليمين. صار رقم 46 في مستند منصات اجتماعية، عايزك تعمل تباعد بمقدار 12 نقطة بعد الفقرة الأولى التي تبدأ بالنص. يعني مدي لك فقرة قايل لك بعد الفقرة الأولى في فقرة اسمها أو بدايتها الكلام ده اللي هو لقد أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة، هتعمل لي تباعد بمقدار كام؟ 12. نفترض دي الفقرة بتكلم عليها، باجي بالمؤشر بعدها وعايز أعمل تباعد بمقدار 12، فبروح على قائمة هوم وجروب اسمه باراجراف، ومن السهم اللي من تحت هدوس عليه وعايزك تعمل ايه؟ تباعد، يبقى حاجة اسمها السبيسنج، بس المرة دي عايزه بعد الفقرة، بعد الفقرة، يبقى أروح على حاجة اسمها أفتر سبيسنج اللي هو التباعد ما بين الفقرات، أروح أختار أفتر وأختار اللي هو من هنا اللي قال لي عليها التباعد اللي هو قال لي عليه، وقال لك بمقدار 12 نقطة أهو. كده انا عملت تباعد بمقدار 12، البي تي معناها بوينت، واروح اقول له اوكي انا عملت تباعد بمقدار 12. السؤال رقم 47 بيقول لك في المستند منصات اجتماعية عندك قائمة نقطية عايزك تحولها لقائمة رقمية. يعني ايه قائمة نقطية احولها لقائمة رقمية؟ يعني انا مش عايزه خلاص اهو ولا ده، انا عندي دي قائمة نقطية او تعداد نقطي عايز احولها لقائمة رقمية، هروح اختار اللي جنبها اختار الارقام، لما هضغط عليها كده انا حولتها من نقطية الى رقمية. فده اجابة السؤال رقم 47. السؤال رقم 48 في نهاية الصفحة، هو في آخر الصفحة عايزك تنشئ لي جدول أسفل النص، يعني مدي لك نص اسمه استراتيجية الإعلام الاجتماعي، تحته هتنشئ لي جدول في كم صف؟ عدد صفوفه 2 وعدد أعمدته 3. يعني هاجي مثلا هنا عايز أنشئ صف، هقول له insert وتيبل، عايز أدرج عدد الصفوف بتاعته 2 وعدد الأعمدة 3، أروح أقول له حاجة اسمها insert table، وقال لك عدد الأعمدة كام؟ 2، يبقى number of column 2. طب عدد الصفوف، عدد الأعمدة 3 مش 2، وعدد الصفوف 2، يبقى number of column اللي هو عدد الأعمدة وال number of row اللي هو عدد الصفوف، وأقول له أوكي. كده أنا أدرجت جدول أسفل النص اللي هو قال لي عليه، تمام، عدد الأعمدة بتاعته 3 وعدد الصفوف 2. صار رقم 49 في المستند كذا بيقول لك اختر الجدول الموجود اسفل النص وعايزك تحذف العمود الاخير الفاضي. يعني انت عندك مثلا جدول بالشكل ده عايزك تحذف العمود الاخير، بحدده وهدوس مثلا على باك سبيس من لوحه المفاتيح اتحذف، يا اما اعمل ايه تفتكروا؟ بعمل ايه؟ بروح من فوق على لي اوت ومن ديليت هقول له ديليت كل ما وحذف العمود. السؤال رقم 50 بيقول لك في المستند، في مستند اسمه منصات اجتماعية عايزك تنقل الصورة الموجودة في نهاية الصفحة، في صورة موجودة في نهاية الصفحة، طب عايزك تخلي الصورة دي فين؟ عايزها في أعلى الصفحة، بس فين؟ أعلى النص، نص اسمه تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الشباب. هو ادي عندك الصفحة بيقول لك اعلى الصفحة، اعلى الصفحة، بس المرة دي عايزها اعلى النص ديه، هاجي فوق النص واروح على insert بعد كده picture بعد كده this device واختار الصورة اللي هو قال لك عليها واقول له insert.
بس المرة دي هو قال لك عايزها فوق النص. اي معنى كده انا خليتها فوق النص اللي هو قال عليه. طيب ده بالنسبة كده 50 سؤال معايا من أسئلة الاختبارات الدولية. في عندنا 30 سؤال ممكن نكملهم بكرة أو نكملهم النهاردة، فشوف اقتراحات الناس، نكمل ولا نخلي 30 سؤال لبكرة؟ يعني لو كملنا ممكن نكمل نص ساعة تاني. بكرة؟ ماشي تمام، مفيش أي مشكلة، خلاص بكرة إن شاء الله هنكمل 30 سؤال في المستند اللي هو بالنسبة للأسئلة الدولية. تمام، حلينا كده 50 سؤال، هفضل لنا 30 سؤال هنحلهم بكرة إن شاء الله، 80 سؤال أسهل ما يمكن. وبعد كده بإذن الله إن شاء الله هنبتدي في الباوربوينت برضو بنفس اللي احنا عملناه في الوورد، هنشرحه بالتفصيل وبرضو هنحل أسئلة الاختبارات الدولية بتاعته، ثم بعد الباوربوينت هندخل على الإكسل، ثم بعد كده ندخل على الأكسس. الأكسس هو مش من ضمن الاختبارات الدولية بس احنا هنشرحه كإيه، كاستفادة بالنسبة للناس عشان الناس تستفاد. زائد إن هو هنجيب لكم الأسئلة بتاعة الأكسس بس اللي كانت في المديول القديم في الامتحانات القديمة. ثم بعد كده بعد ما نخلص إن شاء الله هنحل مع بعض الأسئلة النظرية اللي بتيجي في الاختبارات الدولية، وبإذن الله قبل شهر رمضان هنكون خلصنا الكورس بالكامل. فضلينا بالظبط لحد الآن 2 أسبوع، واحتمال لو لقينا نفسنا متأخرين شوية هناخد يوم جمعة، يعني يوم جمعة ممكن ناخده كمان. فلو كده مثلا إن شاء الله بإذن الله يعني قبل رمضان يكون خلص الكورس ده كله. لو مثلا كمثال كان فاضل لنا مثلا محاضرتين 3 في رمضان ممكن يتاخدوا بالليل يعني الساعة 10، ناخد ساعة واحدة برضه من 10 ل 11 بس، بحيث الناس تكون لمت كل ما يخص الاختبارات الدولية. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ تمام خلاص، انا اشكركم على محاضرة النهارده ان شاء الله باذن الله، ونلتقي غدا باذن الله نستكمل باقي الاسئله اللي احنا خدناها النهارده. يا ريت الناس برضو تحاول تسمع الفيديو مره تانية وتشوف لو في اسئله واقفه معاها برضو عيد عليها بكره ان شاء الله باذن الله. زاد ان احنا هنكمل ال 30 سؤال باذن الله، لو في وقت هنبدا كبدايه في اساسيات الباوربوينت مع بعض ان شاء الله. بالتوفيق لكم إن شاء الله، نلتقي غدا إن شاء الله في محاضرة الساعة 7:30 بإذن الله. ويعتبر يعني فعلا زي ما قال الباشمهندس، هي يعتبر ما خدناش حاجة جديدة، يعني حتى لو ملاحظين إن لحد الآن إحنا عملنا إيه؟ 50 سؤال، حلينا 50 سؤال، يعني حتى ال50 سؤال كلهم مباشرين، ما فيهمش أي تريكات، كلها في قائمة هوم وإنسيرت، ما لعبش غير في هوم وإنسيرت ولي أوت وفي الميلينج بس، هو ده اللي لعب فيها. ولعب في أداة واحدة في الريفيو اللي هو التصحيح الإملائي، وفيو اللي هو تغيير طريقة العرض والزوم. هم كان بيلعب في إيه؟ نوع الخط، حجم الخط، ده أي حاجة اسمها لو عايز أعمل تضخيم للخط، هنا لو عايز أعمل له إمالة، هنا لو عايز أعمل له تسطير، اللي هو مثلا لو عايز أحط هنا نسق منخفض، عايز يعني ايه منخفض؟ يعني احط الحاجه تحت الكلمه اللي هو زي اكس 2 بنفس الشكل ده، اكس 2 اللي هو مرتفع، دي اللي هي المحاذاه، دي اللي هو التباعد ما بين الاسطر، ايه تاني، دي القائمه النقطيه والرقميه، ده اللي هو البوردر اللي هو الحد الخارجي،
انسرت هو اشتغل في اللي هو ازاي اضيف تيبل وازاي اضيف صورة والهيدر والفوتر والبيج نمبر، ده اللي اشتغل عليهم، والرمز ازاي اضيف رمز، واللي اوت اللي هو الهوامش والاتجاه والسايز والهاي فينيشن المسافات البادئة والنهاية. ده اللي هو كان مجمل ال50 سؤال اللي هو اتكلم فيه. تمام، بالتوفيق لكم إن شاء الله، وبإذن الله نلتقي غدا الساعة 7:30 استكمالا لمحاضرة النهاردة.